بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدير الأخوات؟ هانيين، الصحة بخير، نتمنى والله تكونوا بخير على خير كاملين إن شاء الله. الأخوات، اليوم فيديو جديد إن شاء الله، نتمنى يعجبكم. نوريكم الطريقة ديال الأرقان بحالاش كيتصيب، وشنو هو المراحل اللي كيدوز منها أرقان. الناس اللي بغاو يعرفوا بحالاش كيكون في الاول وبحالاش الفوائد ديالو، سبحان الله، والمراحل اللي كيدوز منهم كاملين. اول ما كيكون في الشجره الاخوات، كيكون بحال هاد، كيكون هكا بحال هاد الطريق، كيكون بحال هاد الحبوب هكا، كيقول كيفيشوه، كيقول كيفيشوه، يعني هي كيحيدوا ليه هاد القشره ديالو. هادي ها هي، شتيه باش كيخرج، كيحيدوا منه هادي، كتخرج هاد الزنينه هادي. يلا، منين كيتفيش كيخرج هذا هو سميتو، حتى يفيش ياك ليك سميتو ليك، هذا هو الليك. انا راه واخا ما عندي به درايه. هذا عيلف البهيم، هذا كيعلفوا به عاوتاني البهيم. منين كيحيدوا منه هاد بحال هاد الشكل هكا، ها كيحطوا عاوتاني على هاد الحجره وكيدقوه نفس هاد الطريقه اللي كدق السيده دابا. هانتوما منين كدقوه، ملي كيحيدوا منه هاد الليك، كيولي كامل خصو يولي كيف بحال هكا. هذا دروك خالتي زنين رقان، هذا رقان. انا راني كنقلب لهم السميات حيت ماشي سبحان الله، كل حاجه عندها الاختصاص. الناس فياش ليك رقان، ها فياش ليك رقان، هذا فياش، هذا ليك، هذا فياش، هذا رقان. هكا كيرحم والديك، صافي كيولي رقان بحال هكا. اللي كتبدا السيده كتحط الحجره وكتدق بهاد الطريقه. هانتوما ها هانتوما شوف، راه ماشي كلشي كيعرف لهاد الطريقه. حنا بحال دوكا بحكم حنا هنا في سيد المختار ما عندناش الشجر ديالو، يعني كل هاد السيده اللي كتدقو دابا راه البلاد ديالها، هذه هي خدمتهم. حنا دوكا ملي جاو عندنا حنا هنا لسيد المختار، عادو كيجيبوه اللي ولا كيتخدم عندنا هنا في البلاد، راه ما كانش عندنا هنا في البلاد. حنا دابا ما كنعرفوش، ماشي كلشي كيعرف الطريقه بحال اللي كدير هاد السيده. بحال مثلا منين جاو الناس ديال الشياضمه اللي عندهم ارقان وسكنوا هنا في سيد المختار ولاو كيخدموه، اللي بداو العيالات ديال سيد المختار كيتعلموا بحالاش يصيبوه. هانتوما ها شوفوا بحالاش الطريقه. هانتوما دروكا ارقان خالتي عندها واحد الطريقه، عندها واحد التقنيه منين كتشد ارقان الخط ديالها. اها الخط ديالها باش تدك، كدقي على الخط. ايه على الخط ديالها. وعلاش كضربيها هكا مع هذه من الزنين؟ سبحان الله. الله يطول عمرك. دابا كطحنوها خالتي؟ كنقلوه ايه ونطحنوه، عاد نعشروه، عاد يخرج منه الزيت، تخوي عليه بشويش في الماء تخرج منه الزيت، وكدير الزقمونه زاد علاج البهيم. اها والزيت كيدي ياكلوه الناس يستعملوه. والزقمونه فاش كتعالج البهيم شنو كيعلفوه بها؟ هي تاكلو ياكلوها البهيم كيما ليك، يخلطوها مع ليك ويعطوا البهيم. اها هو الزيت ديالو راه زوين الاخوات، فيه اللي بغى البيض. وفي الطريقه خالتي قولي لي بحالاش الطريقه ديال الزيت الابيض، بحالاش كيخرج بحالاش كطحني بحال هذا الزين اخضر. اها ما تقليش، ما يتقلاش، كل حال سخون تشمشي في الشمس وطحني وتعصريه عادي عاد. وكيكون هو كيخرج الزيت بيض، ما كتكونش فيه الريحه زاد زاد كهذا، هذاك هو تاع التجميل. كبو هذا كتخدموه في البلاد دروك عندكم كديروه؟ بغا كديروه لي اي صعيب شويه، صعيب في الخدمه ديالته، صعيب في الخدمه ديالته، هذاك كيكون واعر على الاخر. صعيبيه، صعيب شويه، كيبان الحال سخون تشمشي عاد الطحنيه وفي التمام تعصريه، وفي
هو الثمن ديالو اختي، حنا كنعنط حنا وكاك اللي بغاش شويه كنعطوه ليه. ها يعني ما كتبيعيش انتي هذيك الساعات؟ ما الناس يصدروا يبيع ما كان ما عارفين ليش كنسحبوا هو هذاك. طلبنا شي شويه كنطحنوا كتسحبوا هو واش عادي بحال كنتستفادوا فيه شي ما نكذبوا. يعني الناس اللي عارفه اللي كيجيو يطلبوكم شويه كتصوبوه ليهم ما كتعرفوه لاش كاينه واش كاينه. انتم درتوا بحال ديك المثله قال ليه اللي بعيد من مكه زاره واللي قريب ليها ما شافها. هي ديالتكم نتوما سبحان الله. هو عندكم هانكم ما عارفين شنو علاش كاين. ايوا صافي بقاو صيبوه بعدا ما صابرين وخدموه ما عارفينش ما نتشادوا فيه والو سبحان الله. اي والله يسر الامور. دوكا ها هو انتم عرفتوه دوكا الا ولا هذاك صيبوا لكم التجميل هو الاول اللي ديروا نتاع البيع اللي ديروا نتاع الماكل. الله يسر الامور يا رب. حيت راه كيتباع غالي هذا البيض الزيت البيض ديالها راه كيتباع حتى 8000 ريال اللتر. ماشي بحال هذا ماشي بحال الاخر. وبحال هكايا الاخوات الا لقيتوا اللي بحال هكايا اللي صوبوا لكم طبيعي يعني وتحضروا وتعرفوا السيده يعني راه كتكون حاجه بيو ماشي 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 متصنع ولا كتلقاوه بحال هكا في القراعي كتشروه هكاك راه شوف كيكون شويه واش مشكوك فيه واش يكون هكاك نيت هو هذاك ولا لا. ما بحال هاد السيده دابا راه كيصيبوه يعني كيطحنوه بالراحه والمسائل ياك اخدي براحتنا ونديرو في معنا وكنشرو يعني كتخدم بليد في الدار طبيعي خدمتنا. اي والله يسر الامور. هذا اعلان للاخوات كلشي اللي بغى الزيت الابيض يتصل بينا راه نمرتي كاينه والاخت اللي بغاتو راه نصيفطوه لها فين ما كانت ان شاء الله باذن الله تعالى. والسيده ها هي فين تصيبوا الوقت اللي طلبتوني نقولها ليها تصيبوا لكم. الله يسر الامور يا رب. ايوا كما شفتوا الاخوات هو هذا الركان ديالنا. هانتوما راه مصباح راه كنتعلم باش ندقو وكضحك عليا مولاتو حيت ما فهمتش ليه كيفاش. هانتوما راه صباعي كلشي ورموا ليا ولاو حمرين. هانتوما راه فيه العذاب سبحان الله. راه اللي كلاه ولا اللي دار هذا راه يقول الله يحسن عوان الناس اللي صوبوه والله العظيم الا فيه تمارة. الله يسر الامور يا ربي ان شاء الله حتى الفيديو الجاي وها احنا معاكم ان شاء الله ونبقى ديما نجيب لكم فيديوهات جداد اللي فيهم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.